أعزائي المشاهدين، هلا وغلا، معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمري في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. مهما كانت درجة نضوجك ومعرفتك وقوة إيمانك، قد تمر بلحظات ضعف، تسقط في فعل أو تصرف أو كلام أو شعور ما تكون راضي عنه، وربنا ما يكون راضي عنك. لكن الله اللي يحبك حب غير مشروط، يثبتك في الخير علشان تسويه ويلمس بحنانه ضعفك، فحبه ثابت للأبد وهو يحبك بدون أي سبب، مش لأنك كويس أو مثقف أو غني أو شكلك حلو أو وسيم، بل أنت محبوب بدون سبب، وحب الله لك هو اللي يساعدك علشان تتغير وتنمو وتصير إنسان زين. أعزائي المشاهدين، هناك كثير من الأمثلة في الإنجيل لأشخاص أحبهم الله وحبه غير حياتهم، لأنه كان حب غير مشروط وحب مستمر مهما كانت ضعفاتهم. مثلا عندك بطرس اللي أنكر المسيح وكان من تلاميذه والمقربين له، ورغم إنكاره للمسيح إلا أن الرب يسوع استمر يحبه ويشجعه ويأتمنه على نشر رسالة الإنجيل، وبالفعل صارت حياته عظيمة تشهد عن رسالة المسيح وخلاصه. كمان عندك زكا جاب الضرائب اللي كان يجمع الفلوس لصالح الرومان، اللي تعشى المسيح في بيته وحبه فتغير تماما ورجع أضعاف الفلوس اللي أخذها من الناس لأصحابها. وعندك كمان الحرمة اللي مسكوها وهي تزني، واللي عاشت في قلق رهيب إلى أن أنقذها السيد المسيح من الموت عندما حضروها اليهود أمامه وكانوا يبوا يرجمونها، والقصة ذكرت في إنجيل يوحنا والإصحاح الثامن والآيات من 3-11. الآية 3: وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما قاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا: هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا، مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. أعزائي المشاهدين، المسيح يقبل الجميع، وهذا مش يعني أنه يقبل الخطيئة ويتهاون معها، لا. فمثلا نشوفه يقول للحرمة اللي مسكوها وهي تزني: اذهبي ولا تخطئي أيضا. ها هو يمنحها عن الاسم والرذيلة، لكنه في نفس الوقت يقبلها، لأن السيد المسيح يقبل الإنسان ويساعده بمحبة عشان ينتصر على الخطية، وهذا الحب غير مشروط. والقبول يلمس قلب الإنسان وروحه ويستر ضعفاته ويعينه على اتخاذ قرار بتغيير حياته عندما يتجدد قلبه بمعرفة المسيح. الإنجيل مليان أمثلة، ولا يوجد عندنا وقت علشان نتحدث عنها كلها، لكن من خلال هذا النموذج أو النماذج نشوف شخصيات تتحول مساراتها وسلوكياتها بعد أن يغرقها المسيح بحبه وغفرانه وقبوله. تعالوا شاركوني هذه الصلاة. يا إله السماء، يا ربنا، يا يسوع، كم أنت عظيم حبك، كم هو عظيم حبك،
كم هو عظيم حبك يا رب. أشكرك يا سيد العظيم، أشكرك لأنه عارف أنه هذه الآية وهذا المثل ذكر عشاني أنا، عشان تقول لي أنه أنا بقبلك وأنت خاطئ. يا سيد العظيم، أحط كل من يشاهد هذه الحلقة وكل من هو واقف الآن أو جالس على أمام الشاشة ويشاهد هذه الصلاة، يا رب تكون من أجل تلك النفس اللي عم تشاهد الآن. يا سيد العظيم، أشكرك يا رب على أنك غيرت هذه المرأة الزانية وأصبحت قديسة، فتغير يا رب كل نفس موجودة. أنت ما تتهاون مع الخطية يا رب، ولكن ترفض الخطية، ولكن يا رب أنت تحب الخاطئ. كم أنت عظيم يا رب، أشكرك على أنك أنت يا يسوع إلهي الذي تجسدت وحملت الخطية على كتفك وعلى نفسك يا رب. يا سيد العظيم، لما قلت لهذه الحرمة أنه أنت غفرت لها خطاياها، أنت عارف إيش حتسوي، فأنت عارف أنه لابد أحد يدفع الثمن، فدفعته أنت هذا الثمن على الصليب من أجلها ومن أجل كل من عم يشاهد هذه الحلقة الآن. أصلي يا رب وأمجد اسمك العظيم بكل تواضع باسم يسوع المسيح، آمين. أعزائي المشاهدين، اليوم حنصلي لمدينة غالية علينا من مدن وطننا الغالي. اليوم حنصلي للتراث، للغيوم، للسهول، للجبل والوادي، للحاضر والماضي، للأرض والشعب. اليوم حنصلي لك يا جازان. تقع جازان جميلة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر على الحدود اليمنية. عندما نتحدث عن جازان فإننا نتحدث عن كل شيء جميل، حيث يتنافس فيها الجمال بين ساحلها وسهولها، بين جبالها ووديانها، بين ماءها وسماءها، خضارها وثمارها. ففيك يا جازان كل شيء جميل. فلنصلي للحبيبة جازان حبا وكرامة. إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، جايك اليوم وضع بين يديك جازان وأهلها، احفظهم يا رب واحميهم ورعاهم وفيض ببركاتك عليهم، بركات من السماء وبركات من الأرض. اجعل هذا الشعب الطيب يا رب مخلص مقدس، لأنك أنت القدوس يا سيد العظيم. أشكرك على جازان وأهلها وعلى خلاصهم بالمسيح يسوع، آمين.
عيانا انت تقدر ولطفو طول انا معايا تجرب كل ما بعيد انا انت تقرب ولطفو طول انا معايا تجرب ترد نفسي تهديني ترشدني للدار اشكرك 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 يا رب اشكرك 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 يا رب يا رب لا 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 تهملني لا 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 تهملني وتنساني ولا مرة وخطية مرة أحيتها من القلب خطية مرة أحيتها من القلب أشكرك 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 يا رب أشكرك 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 يا كل ما بعيد انا انت هتبقى
تحرك بلطف وطلالات معايا تجرب كل ما بعد أنا أنت تقرب لطف وطلالات معايا تجرب ترد نفسي تهديني ترشدني للدرب أشكرك 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 يا رب أشكرك 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 يا أعزائي المشاهدين، سلام المسيح معكم. يقال صبأ فلان أن ارتد عن دينه وبدله بالدين آخر، وعليه شرعا أن يستتاب ثلاثا أو فيقتل حدا. فالحديث يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فقد شق عصا الطاعة وفارق الجماعة. وعادة يكره مثل هذا الشخص وينبذ من أقرب الناس إليه، لا بل ويرفضه المجتمع ويلاقي أشد أنواع الشتائم والتهديد والوعيد والدعاء عليه بالويل والثبور، بل ويعامل معاملة المجرمين وتضيق عليه الأرض بما رحبت ويعذب، وأخيرا يقتل على أن يشهد قتله طائفة من الناس. فأن له أن يغير دينه دين الحق ويبدله بدين آخر باطل مزيف. ولكن أحبتي، أفلا يملك هذا الإنسان الحق في أن يختار دينه الذي اقتنع به؟ هل فكر أحدهم بأن يسأل هذا الشخص بكل محبة عن سبب هذا التبديل؟ أو هل حاول أحدهم أن يفهم هذا الإنسان قبل أن يقتله؟ وهل ظلم هذا الإنسان أحدا عندما اعتقد بخلاف ما يعتقده من حوله؟ هل قتل أو سرق أو اقتصب ليستحق هذه العقوبة الشديدة؟ وهل كانوا كفار قريش أكثر رحمة على المسلمين الأوائل حيث لم يعاملوهم بالمثل؟ أليس لكم دينكم ولي دين؟ أو لعله الإسلام مقابل الحياة؟ أإكراه في الدين أو لا إكراه في الدين؟ أو هل يقبل الله عبادة المغصوب؟ أو عسى أن يجبر الله الناس على عبادته أو الموت؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كذلك قال القرآن، كما قال أيضا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكيف يقتل المرتد وقد قال القرآن: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؟ وكيف يتخذ القاتل دور الله ويكون سلاح العقوبة ومنفذها متخذا دور الله عز وجل في العقاب؟ وهل يحسب مرتدا وقد ولد وله أن يختار بين اثنتين، الإسلام أو الإسلام؟ أو كان يجب عليه أن يخفي عدم إسلامه ويعيش بين الناس منافقا وسيقبل الله منه ذلك، فلا أهمية أن يكون مسلما بقناعته؟ أسئلة وعلامات استفهام كثيرة لا أطرحها أنا وحدي، بل يطرحها كل موشوم بختم الردة. نولد فنأخذ من أهلنا أسماءنا هيئاتنا ونسبنا ملامحنا وربما بعض طباعنا وبطبيعة الحال ديننا ومذهبنا، فكثيرة هي الأشياء المأخوذة من الأهل وجميلة هي، ولكن هل يجب علينا أن نأخذ كل شيء منهم كما هو؟
ماذا لو ورثنا منهم مرضا لا سمح الله؟ أفلا نبحث له عن علاج؟ جميع الناس ولدوا بدين آبائهم، فهل كلهم على صواب مع اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم؟ أو لعلك تعتقد بأنهم مؤمنين بأن دينك على حق وإنهم على باطل، لكنهم يرفضونه غيرة وحسدا كما يفهم البعض. نعم مختلفين، ولكنهم جميعا متفقين بقناعة بأنهم على الصواب، قناعة أساسها الأهل فقط. فيجيب البعض بأن حد الردة لا يتنافى مع حرية العقيدة، فكل واحد حر في عقيدته إلا وإلا الذي دخل الإسلام وارتضى له فأراد أن يخرج منه بعد أن ذاق حلاوته أو لم تعجبه حلاوته، فهو مستحق القتل. فهل يترك ليعبث في دين الله ولم يجبره أحدا الدخول فيه؟ لا، بل يقتل حفاظا على الدين، على دين الله وعلى مصير الأمة. ولكن هل هذا الدين ضعيف لينتظر من الناس حمايته؟ فمن يبقي من؟ ومن يحمي من؟ وماذا مبني على ماذا؟ ومن أساسا لمن؟ بل أي معتقد هذا الذي يتأثر بخروج الناس منه فيهددهم بالقتل أو البقاء فيه؟ وأي أمة هذه التي تخاف على مصيرها من رجل واحد؟ وكيف يعقل أن إن ارتد شخص واحد عن الدين يصبح تهديدا للأمن الوطني ويشغل المباحث والدولة وكل الهيئات الدينية والأمنية؟ هل يعي القوم ما يقولون؟ أو لعلهم يفهمون ما يصنعون؟ أو عساهم قد ذاقوا طعم الاختيار أو عرفوا معنى القناعة؟ هل يعلمون بأن الحق لا يتغير إلى الباطل ولو اجتمع كل الناس ضده، والباطل لا يتحول إلى حق ولو كان كل الناس معه؟ إن لي ولأي إنسان الحق الكامل في أن نختار ديننا وبكل حرية وعلى الغير احترام قراراتنا، فقد أنعم الله علينا بالعقل ليحاسبنا به وأعطانا حرية الاختيار لنتحمل تبعات قراراتنا، ولو أخطأنا فلن يحاسب أحد بالنيابة عن أحد، ولن يخلق الله أحدا ويجبره بالغصب على عبادته. فلم يقتل الله آدم حين عصاه وهو القريب منه، فكيف يأمرك بأخذ حياة إنسان هو من وهبها له؟ وكيف يستتاب ويحاور ثلاثا وإلا يقتل؟ فأي حوار هذا المبني على خيارين هما الاقتناع أو الموت؟ وأنا شخصيا أقول بأن الاختيارين هما بين الموت الروحي أو الموت الجسدي والروحي معا. لقد وهب الله لنا الحياة حبا فينا، كما وهب لنا عقلا نستطيع التمييز به بين الصح والغلط، وبحسب خياراتنا واختياراتنا يحاسبنا الله. فلم يجعل الله بين تلك الشجرة وآدم سورا يمنعه عنها، ولكنه ترك له حرية أن يختار. الله معكم أحبتي، وسلام الله ومجده الدائم إلى الأبد، آمين. أعزائي المشاهدين، حان الآن وقت الاختبارات. هذه الرسالة جاءت طلبة صلاة فيها، فنسمع إيش يقول. يقول: أود الصلاة من أجل عائلتي لكي تؤمن وتتوب ويحل فيها السلام، وأنا أشكر الرب يسوع المسيح لأنه شفى أمي من السرطان، وبسبب هذا الشفاء أمنت أنا وأمي وعمتي بالمسيح. لذا أرجو الصلاة من أجل أبي وأخي وكل عائلتي لكي يؤمنوا هم أيضا، وأطلب من الرب أن يعطيني القدرة لكي أبشر باسم يسوع المسيح الذي مات عنا وحمل خطايانا.
آمين. الرب يباركك ويبارك في أمك وعمتك وأهلك كلهم وأهل بيتك، كما وعد المسيح قال آمن فتخلص أنت وأهل بيتك. وشجع كل الأخوة المشاهدين، كل من يسمع هذه الرسالة الآن، أن يؤمن عشان يخلص هو وأهل بيته. الرب يبارككم ويكون سبب بركة لكثير من الناس هذا الاختبار. بالمسيح يسوع له كل المجد، آمين. أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم استمتعتم مثل ما أنا استمتعت بهذه الحلقة. إذا استمتعت أخبر أصحابك عن هذا البرنامج، المجلة السعودية الذي يعرض على قناة الحياة المسيحية. ولو عندك سؤال أو استفسار، حنا حنكون جدا سعداء أن نجاوبك عليه. راسلنا على البريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي حتظهر لكم على الشاشة هالحين. مرة أخرى شكرا لطيب متابعتكم، كان معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمري، وأراكم في الحلقة القادمة. نعمة وسلام.